تحذير. سيفكر. السلام عليكم. بهالحلقة راح تشوف بيت عبد الحليم ومعلومات لأول مرة تسمعها عنه وزيارة القبر وقبر أم كلثوم. يلا نبلش. وأتوقع أن الكل متحمس. تمثال حليم وبيته الأولاني الأوداي شو اسمه بيته القديم. قالوا لي صعب انك تروح بيته وتدخل قبره. بس عفوا صعب على منو على شيء عبد الحليم حافظ ان كل شيء نفس ما كان بالسبعينات. الشيء اللي احطه براسي اسويه. معلومه سريعه، هم تحت مدفونين لكن المفتاح مع الاسره. ما حد عنده المفتاح صح؟ لا، ما حدش عنده المفتاح الا اسره عبد الحليم. الشخص اللي راح اتكلم عنه كان حلم من احلامه انه يروح الحج ويحج نفس باقي الناس، ولكن للاسف كان ممنوع من الحج بسبب صحته انه ما كانت تستحمل، وفي يوم من الايام حتى ما قدر انه يطوف حول الكعبه. وفي احد اللقاءات لما سالوه عن الحج قال لهم ذنبي برقبه الدكتور ياسين، هو اللي منعني من هذا الشيء عشان صحتي. اليوم حلقه استثنائيه عن اللي غنى من الجهره الى السالميه وغنى اهواك وغنى اول مره تحبي يا قلبي. باخذك معاي برحله عبد الحليم من الولادة لقبره وراح تشوف قبره بعينك. خلونا نبلش. الكل يدري انه هو اسمه عبد الحليم حافظ، لكن اسمه الحقيقي عبد الحليم علي شبانه، من مواليد 1929 وتحديدا 21 يونيو، ويوم ميلاده يصادف وفاه سندريلا سعاد حسني اللي توفت ب 2001 21 يونيو. عموما كبر وتربى عبد الحليم حافظ بقريه حلوات بمصر، ولكن والدته ووالده توفى وهو للحين ما كمل سنه من عمره، يعني والدته لما انجبته بعدها باشهر توفت. وهو ما كمل سنة من عمره توفى والده، وعاش العندليب بين اخوانه الثلاثة وهو اصغرهم، وهم اسماعيل ومحمد وعلية. طبعا كلهم ميتين الله يرحمهم، ولكن عيالهم موجودين الى يومنا هذا في بيت عبد الحليم حافظ بالزمالك. تخيلوا ان العدو الاول لعبد الحليم حافظ كان موسم الربيع اللي هو اكثر موسم يقدم فيه حفلات في كل الوطن العربي، ولكن ليش هالموسم عدو الفنان؟ يعني شيء ما له علاقه. انا اقول لك، لان بدايه كل موسم ربيع تجي له مشاكل صحيه، فكان يسمي موسم الربيع موسم الازمه، ومع ذلك كان ينزل ويغني بالحفلات وهو تعبان صحيا ومتدهور، لدرجه انه كان يسوي بروفات حفلاته عنده بالبيت وهو قاعد على الكرسي المتحرك. ومع ذلك عبد الحليم انذاك كان واصل مرحله عاليه من الثراء تخليه انه هو مو مجبور ينزل يغني او يسوي حفلات، عنده فلوس وايد بشكل مخيف، بس مع ذلك كان ملتزم انه هو ينزل ويشوف الجماهير بكل موسم حتى لو كانت صحته بالماينس. هني قعدت بيني وبين نفسي قعدت افكر، قلت لازم اوصل حق احد عاصر عبد الحليم والى يومنا عايش. كان اتذكر دكتور نجم عبد الكريم وتواصلت معاه، قلت له عمي هذا الموضوع كيت كيت كيت، شو اللي تذكره من عبد الحليم ومواقفك معاه؟ سمع شنو قال لي. اما فيما يتعلق بعبد الحليم فالامور كثيره التي يمكن ان تقال، لانه كان يجلس في الكويت ما بين شهر الى سته اشهر، وكان يتنقل ما بين العاملين في الحركه الاعلاميه، والغالبيه العظمى من وقته كان يقضيها مع السيد محمد السنعوسي الصديق الجميل، وكذلك رضا الفيلي وغيره من الاصدقاء، وكان يصيبني شيء من هذا الاهتمام، وكنت اعجب بالرجل مع حبه للكويت. عموما مرت الايام حتى ان اختي قاعد تقول له خلاص يا حليم حاول توقف موسم موسمين لا تنزل تغني، فكان دائما يرفض ويقول الجمهور ما له ذنب بصحتي. ولما وصلوا ان حتى الدكتور يكلمه يقول له يا حليم خلاص وقف وكذي، يقول له الدواء الوحيد اللي تعطيني اياه ما راح ينفع، الدواء هو الجمهور. شوف ايش كثر كان يحب جمهوره. وبسنه 1956 كان عبد الحليم حافظ معزوم على الفطور برمضان عند احدى اصدقائه وتحديدا مصطفى العريف، وهو هناك عندهم بالبيت بعد ما تفطروا كل شيء تمام كان يحوشه اول نزيف بالمعده. هني الموضوع بلش يكبر مع عبد الحليم، وان المرض لا بلش ياخذ مكانه بجسمه، فعلى طول اشرفوا عليه دكاتره كثار من مستشفى لمستشفى وتاكدوا انه هو مصاب بتليف الكبد.
بعد ما بحثت وايد عن الموضوع اكتشفت ان المرض هذا ينتشر انتشار كبير بمصر وخصوصا بالترعات اللي هم نفس بركة السباحة، فكانوا اليهال الصغار قبل ينزلون يلعبون او يتسبحون وينتقل لهم هذا المرض، وانتقل حق عبد الحليم من خلال هذه الترعة. علما ان هذا المرض منتشر انتشار جدا كبير بمصر، واصاب احمد زكي اكثر من مرة ولكن تشافه منه، وكذلك اصاب سعد الصغير 3 مرات وهم تشافه منه، ولكن عبد الحليم ما قدر يقاومه. وتحديدا مرض اسمه بهلاريسيا ان ما خاب ظني، يعني ان شاء الله اقوله صح. الدكاتره اللي اشرفوا على حاله عبد الحليم قبل ما يسافر لندن، الدكتور الاول هو زكي سويدان، والدكتور الثاني هشام عيسى، والدكتور الثالث شاكر سرور. ومن بعدها سنه 1966 طار عبد الحليم برحله علاجه الى لندن، تحديدا راح مستشفى اسمه كينجز كولج، وهناك الاطباء كانوا جدا متمكنين، مع ذلك هم متطورين علميا وكانوا يحافظون على نفسية المريض. كانت نفسية عبد الحليم أنا ذاك وايد زينة، ولما الدكتور يقول له انت ليش متضايق، شو اللي ضايق، يقول لي سولف لي، يقول له انا بانزل اغني، ليش ما تخلوني انزل اغني، هذا الشيء الوحيد اللي يخليني مرتاح. كان الدكتور النفسي يقول له انت لو ما تعاند وما نزلت تغني كان صرت من اخطر المرضى النفسيين، يعني عنادك بمحله، لانك ببساطة بعد ما تطلع من اي حفلة وانت تكون واقف على الخشبة وتواجه الجمهور تقدم تقرير عاطفي يحافظ على نفسيتك مع الجمهور. ترى كلام عميق لما دكتور نفسي وشخص تبي يتكلمون بهذه الطريقة ان مرضه هو علاجه. عموما تم عبد الحليم بلندن وكان ياخذ دربات وادوية، ويعني متأزم اكثر من ما ياكل ويشرب. ومرة دخل عليه الدكتور بلندن بالستينات بيعطيه ابرة، مو لاقي شريان بجسمه عساس انه بس يعطيه الابرة من كثر ما ضعف. كان يقول له عبد الحليم بالمصري ما هي دي اللي ما بتنباع ولا بتنشري، دور براحتك بقى، وقاعد يضحك. وتحسنت حالته يوم عن يوم ورجع مصر يكمل حفلاته، لكن في تاريخ 9 يناير 1977 رجع لندن للفحوصات. كان الدكاترة يقولوا له عبد الحليم انت ما راح تنزل الموسم الجاي اللي كان يصادف 22 فبراير. قال لهم ليش، ان انا بنزل وانا صحتي زينة. كان يقول مبين بالأشعة ان تليف الكبد جدا متدمر وتحتاج عملية ضرورية، يعني راح تقعد مدة اكثر. سمعوا هذا الاتصال قبل ما يدخل العندليب العمليات، وكان اخر اتصال من لندن. الو الو اهلا زيك، كل سنه وانت طيب، بالصحه والسلامه، كل سنه وانت طيبه، الف الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. دلوقتي انت عارف ان الاف المستمعين منتظرين المكالمه دي عبد الحليم. الله يخليك، عاوزينك تطمنهم بنفسك عن صحتك. انا كويس اهو، انا كويس اهو خالص. طيب قول لهم هترجع بالسلامه امتى؟ انا ان شاء الله يعني كمان حوالي 10 ايام بكتير. كل سنة وهم طيبين. بتقضي يومك ازاي في المستشفى؟ بقوم بيصحوني الساعة 5 يدوني شاي. وخاف من عني. الساعة 5 الصوار الصبح وبعدين انام تاني وبعدين يقوم يصحوني الساعة 6:30. ملاحظين كمية الإيجابية بصوته انه هو مرتاح ومطمن نفسيته حلوة، لكن صار شيء ما حد متوقع. دخل الدكتور على عبد الحليم وقال له لازم تدش العمليات الحين. اول مرة عبد الحليم يرتبك ويخاف. كان يروح ينادي صديق عمره اللي كان معاه بالمستشفى اللي هو مجدي العمروسي، هو مدير اعماله، ومثل ما قالوا كل الفنانين هذا مخزن اسرار عبد الحليم حافظ. وعطاه ورقه قال له ابيك تبطلها بعد ما اطلع من العمليات. وتحديدا الساعه 2 الظهر دخل عمليات. قبل ما يدخل عمليات بدقائق نادى صديق عمره مره ثانيه، كان يقول له تعال ابيك تصورني وانا داخل العمليات مبنج. قال له ليش اصورك وانت بالعمليات؟ قال له بس ابيك تصورني وبعد ما اطلع ابيك تقرا لي الورقه. وبالفعل العمليه نجحت وطلع عبد الحليم وقعد على السرير وما في شيء، لكن ما يجي العمروسي للحين ما بطل الورقه ونفذ طلب عبد الحليم انه هو يدش ويصوره. وفجاه طقت كل صفارات المستشفى ان في حاله طارئه بغرفه 2 اللي هي غرفه عبد الحليم حافظ. بس دخلوا على عبد الحليم ولا يشوفون النزيف طالع من الفم للسرير للارض، وصديق عمره مجدي العمروسي يقول انا سمعت طوط، هذه مالت الجهاز اللي يحطونها، يقول انا اول واحد سمعتها. وبالنسبه للصوره اللي صورها مدير اعماله وهو بالعمليات الى يومنا هذا خاشها وما اعطاها حق ولا احد،
علما ان في دول وايد وصحف ومجلات قاعدين يعرضون عليه الاف الدولارات وهو يرفض، يقول الصوره هذه ما تطلع لان امن لي عليها عبد الحليم وتوفى بعدها بساعات. والصدمه الثانيه انه بعد ما درى ان عبد الحليم توفى كان يتذكر الورقه بطلها ولا هي عباره عن وصيه. 30 مارس 1977 توفى العندلي عبد الحليم حافظ وكان عمره 47 سنة. حي دنمارك هيلز بلندن وفي مستشفى كينجز كوليدج، هذا المستشفى كانت نهاية مشوار عبد الحليم حافظ. كان عبد الحليم يستعد لحفل الربيع كما هي العادة، وكان معه تسجيل للأغنية التي لحنها له عبد الوهاب من غير ليه. لكن توابع هذا الشيء كانت جدا خطيرة. هو توفى يوم الأربعاء ويابوه مصر الخميس، وكان العزاء بشقته بالزمالك، فكانوا الناس والجمهور كلهم يجون ويعزون، ولكن ما حد كان متوقع أن في بنات ينتحرون من شقته من الدور السابع. الأولى اسمها أميمة عبد الوهاب وعمرها 21 سنة، وكانت تدرس بمدرسة الحلمية الثانوية التجارية. ادخلت شقة عبد الحليم كأنها قاعدة تعزي عادي وما في شيء، تغافلت الحضور، كانت تبطل الشباك وتقط نفسها وطاحت بشارع حسن صبري، وتوقع تغير اسمه صار شارع قرقوش قدام حديقة الأسماك بالزمالك. وهني حضر على طول العقيد عبد الهادي بخيمر والرائد محمد محمد إبراهيم رئيس مباحث قصر النيل والمعاون محمود الفيشاوي على طول عشان يشوفون قضية الانتحار هذه اللي صارت من شقة حليم. بس في شيء يصدم أكثر من هذا كله، البنت لما قطت نفسها كان بمخباتها شريط ورسالة، الرسالة نفسها مسجلة بصوتها بالشريط ولأول مرة تسمعونها. سمعوا شنو كانت مسجلة. سامحني يا رب على هالمنت بنفسي، ما قدرتش أتحمل الصدمة دي بوفاة أعز وأغلى ما في الدنيا عبد الحليم حافظ. ده كان النور اللي بينور دنيتي، واليوم الخميس كرهت الدنيا من اللحظة اللي قريت فيها خبر وفاته في الصحف. خلونا نكمل، ما وقف الموضوع لانتحار أميمة من شباك بيت عبد الحليم، لا، ثالث يوم ادخلت واحدة ثانية واسمها هويدة عبد التواب، ولكن ما انتحرت من الشباك، انتحرت من البلكونة، قطت نفسها على طول. نفس الحادثة بالضبط مكررة، وفي بنت حاولت ان تقط نفسها من جسر النيل او هم يسمونها كبري النيل بس لحقوا عليها. عموما كل كلمة قلتها انا رحت وشفتها بعيني، الشباك والبلكونة وبيت عبد الحليم لأول مرة وقبر عبد الحليم والشارع، تعبت وايد عشان أوصل حق الأماكن هذه وخذت مني جهد جبار، بس أنتوا تستاهلون لأن أنتوا راقيين وأنا وايد أحبكم، مع أني ما أعرفكم بس كمتلقين وايد أحبكم. هذا الفلوج لكم أنتوا، استمتعوا. يا حلو صبح يا حلو طب يا حلو صبح نبلش اليوم كذي ورحلة عبد الحليم حافظ. الخير يلا نبلش الرحلة اللي أنا بروح لها. Let's go. صباح الفل، صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة. أحلى حاجة حلوة، أحلى بسم في الدنيا. بسم بص الأماكن اللي هنروح لها، هنروح تمثال حليم في حلوات، عارفه؟ في حلوان؟ حلوان 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 مكتوب حلوات بجوجل. لا حلوان ليه بتشيلوا نقطة؟ هنروح بعدها عمارة الإيموبيليا، تعرفها؟ إيموبيليا إيموبيليا بتاعت إيه؟ بتاعت الفنانين دي الشهيرة جدا. وفيلة حليم في شارع السودان، فيلا تحولت مطعم. لازم الساعة واحدة نكون ببيت حليم. سلك اللوكيشن بتاعت تمثال حليم. طب ماشي اقولي كده. اوكي بيديني بالهول. بيديك بالهول؟ في ايه يا الله؟ مشغول ومتحير وليله بدري. احنا الحين رايحين شارع السودان، شارع السودان فيه فيلا كانت مالت عبد الحليم حافظ. Let's go.
ونشوف شو راح نشوفه هناك. أهلا وسهلا، الفيلا اللي وراي تم بناءها في نهاية السبعينات في مصر في شارع السودان تحديدا، اللي صممها المعماري اسمه جمال بكري، كانت تحفة معمارية في نهاية السبعينات سكنها عبد الحليم حافظ وتم ذكرها في العديد من المجلات المصرية، وصارت كافيه ولكن بعد الكورونا اتقفلت. راح احط لكم الصور القديمة والجديدة، بعدين تحولت احمر لما امتلكوها عائلة بدران، وبعدها انا شايفها دلوقتي مش يعني مش احمر ولا كده. انا شو مكتوب علي ابص لفوق واجيب لقلبي شو انا شو والحلو دايما حلو يا حلو يا حلو صبح. تمام، الحين احنا رايحين عمارة الايموبيليا اللي كانوا ساكنين فيها اشهر فنانين مصر، كانت هي قريبة من المكان اللي انا رايح له، سو الحين بحاول اني ادخل صعد فوق ونشوف شقة ليلى مراد المسكونة وشنو الشقق بعد المسكونين وايد صح، وحتى توفيق الحكيم كان ساكن فيها. شو معي رايحين شوف العمارة الله يستر، يقولنا العمارة مسكونة وفي جماعي لابس توم وجيري الله يرضى. اوكي ريجي نشف وانا احاول اقنعهم. مسكوني كذا مره عند الباب بهذلوني، مره وانا اصور بس قالوا لي ان اصور الجهه الثانيه. تمام، العماره اللي وراي هذه هي اللي سكنوا فيها كل الفنانين توفيق الحكيم وليلى مراد ونجيب الريحاني وبعد وايد اسماء نسيت. وتوني كلمت البواب قلت له انه هل انه في صدق ان عفاريت وكذي والجن بشقه ليلى؟ كان يقول لي لا ده كلام فاضي وما فيش عفاريت ولا حاجه صح؟ تمام كله كذا كذب بكذب. ربنا يحرقهم. قلت المكان هذا احس انه مكان وايد عجيب، كافي اني وصلت له، صدق انه منعوني اني انا ادش لكن قدرت اني اوصل وهذا اللي يكفي. عاشت الاضواء؟ لا لا مش هو. يس حدي خايف بس قدرت اني اوقف، انا اول كويتي يوقف بعماره الاموبيليا بهذه الطريقه. ليتس جو. انت ساكنه هنا؟ عايز اسالك سؤال، ليلى مراد فعلا هنا ساكنه ونجيب الريحاني وما اعرف ايش؟ كانوا هنا؟ وتوفيق الحكيم؟ شكرا لك. السلام عليكم. قول لي انت قلت لي عاوز اصور. عارف بس صوروا فالجال بتاعتك بتطلع فوق خالص بتشهر في ثانيه. اوكي. ممكن اتشهر ولا حاجه. هتتشهر؟ هتتشهر بس بالخليج. اوه ماشي. طيب ايه ده؟ ده سكيت بورد. تعرف على سكيت بورد وتعمل حركات كده ولا مبتدئ؟ لا مش مبتدئ بس بعرف اكروز بيه وبعرف اعمل تريكس بس بسيط. خلاص عاوزك تروح من هنا وتيجي. تعالى. ثلاثة اثنين يا كبير اوعى. يلا الدنيا بايزة اصلا حبيب قلبي. عارف حتشوف نفسك فين؟ قناة حسين يفكر على اليوتيوب. اسمها ايه؟ حسين يفكر. حسين يفكر ايه بس؟ عامل مرة مليون. أنا الحين أجي وأبي أدخل البيت تكفى، كل ما أجي طلعوا لي ألف مشكلة بس إن شاء الله يعني قربت تنحل. كمل إحنا داخلين الشقة. ما إحنا دخلنا الشقة الحين، هذه الشقة بشكل مختصر، الركن ده ركن إيه؟ دائما كان يقعد هنا ها؟ في بلكونه انتحروا منها بنتين هويدا و لا الشباك ده الشباك ده؟ اه في عبد الحليم حافظ في بنتين انتحروا والعزا كان ببيته. الشباك هذا هو اللي انتحروا منه. تعال بص تعال هنا تعال هنا. الشباك هذا شوف الارتفاع شلون؟ انتحروا منه البنتين هويدا وحدة اسمها ثاني نسيت اسمها. حسب اعتقادي ان انتحروا من هذه البلكونه او الشباك بس الشغاله شنو قالت؟ قالت الشباك هذا اللي انتحروا منه. انا ما قدرت اصور بالكاميرا لان ما دخلوا كاميرتي وصارت وايد قايه مشاكل بس اللي قدرت اني اصوره بالتليفون قاعد اصوره. تعال بس هنا تعال عشان اوديك ولد نونو. ولد نونو؟ يلا يلا تعال
هروح دلوقتي أوضة نومه، يعني مكان نوم عبد الحليم. دي أهم حتة بالفلوك كله، دي أوضة عبد الحليم حافظ. سريره ده التليفون بتاعه صح؟ والراديو. والراديو كمان. ده التليفون اللي كان يطلع في الصور. ألو، مين معايا؟ حليم؟ أهواك. أوكي. الحين عند عود عبد الحليم حافظ. ده العود الأول وده الثاني. ودي أوضته. اوتوغراف مكان الاسطوانات. ايه ده؟ اوتوغراف؟ انت حسين صغير، شوية بدر. هذا اللي كان يحط عليه الاسطوانات قبل، شيء وايد قديم. ده من كم سنة يعني؟ أحلى شيء لما أدش شقة عبد الحليم حافظ إن كل شيء نفس ما كان بالسبعينات، يعني شوفوا السرير، الكرسي، هذه مالت الاسطوانات، والمنظر عجيب، شيء مو طبيعي، شوفوا المنظر. وآخر شيء المنظر على حديقة الأسماك بمصر، المكان شارع قرقوش الزمالك. السبعينات. يعني هذا من السبعينات. اسمك مين؟ ده حليم صغير ولا؟ ده ابن الحجة. ابن استاذ. ابن الحجة زينب. نور ابن الحجة زينب. تقرب أين حليم؟ بن تختو. يبقى حفيده. حفيد حليم. ما شاء الله. الله عزم إن. والنبي تقريبا الشرير لا اسوان حلوان تقريبا حاجه زي كده، لا في الاوبرا ولا في حلوان. حلوان انت دي بخت حليم، دي اسمها ايه؟ علي الله يرحمها. وده حليم ده من رحت المدفن قبل يومين وشفتهم مدفنين جنب بعض. انا الحين بسرير عبد الحليم حافظ. أنا وايد مستانس إني سطحك هذا المكان، كل حاجة زيها ما تغيرتش، وده قرآنه؟ كله مصحف. القرآن بتاع حليم. كل شيء نفس ما كان. كانت الرحلة يعني نوعا ما عجيبة، بس هنيز جناح مال اخته تمام، ما راح يقدر يسوي. انا شوي طماع، في استكر ابي انزله. حسين يفكر عشان نفس اي واحد. حسين يفكر في شيء اساسي ابي اسويه. تعب استك الاستكر هذا على الطوفه عشان اكل حق الناس ان انا دخلت. حتى اشبك لك؟ شو زي يعني؟ ايوه ازقها بضمير. ها؟ وكذي انا حققت احد احلامي، انا موجود هني فوق. اوكي اوكي يلا احنا الحين خلصنا والحين طالعين من الشقه. كذي تقريبا كل شيء اوكي، ليتس جو. بستناك وعيني الباب والشباك عشان اوكي جايز، احنا الحين تونا وصلنا للمقابر، بس ما ادري شنو سيستم المقابر عندهم هني، شيء مختلف يعني. وانا الحين عند هذا قالوا لي عبد الحليم حافظ، بس شلون راح اتاكد؟ انت الحارس بتاع عبد الحليم؟ هو هنا؟ ابو خطر في عبده شاري قبر بجنب عبد الحليم؟ من زمان حش اسرتها ابوها. لا من زمان. صدق؟ سلام. هو هنا؟ وبنتي عليا شبه اخته. اخته مدفونه جنبه. وده هو اخواته. ده اخواته دفنوا تحت يعني؟ كله هنا تحت. يعني المدفن عباره عن عائله عبد الحليم. كل ده من الباب ده. واحد فوق لكن هم مدفونين تحت. توني طحت انا. زين حاطين هذا عند القبر عشان شنو؟ اللي يبي يحط ورد شيء يزرع. معلومه سريعه، هم تحت مدفونين لكن المفتاح مع الأسرة، يعني إذا أحد مات منهم هم بس، يعني أسرة عبد الحليم يجون يبطلون الباب ويدفنون، ما حد عند المفتاح صح؟ لا. تمام الحين بنروح قبر مين؟ أم كلثوم. عايز تروح أم كلثوم؟ شادية. من أراشد ولا شادية؟ أنا رحت قبر شادية. خلصنا من قبر عبد الحليم. لا شادية لا، ما فيش مفتاح مع الأسرة. سقف الباب ولاش السنة بس في الباب خالص. ليه ليه؟ مع الأسرة. مع الأسرة. روح عند ام كلثوم افتح لك. يلا روح عند ام كلثوم الحين ونشوف شنو فيه. سيده ام كلثوم، ام كلثوم ها شوفها. عدي
الرجاء من الساده الزائرين عدم الكتابه على مدفن على حواط المدفن مع الشكر. اوكي يلا نشوفكم فين بعدين. فين وانت جاي وفين؟ لا اوصف لك انا. لف كده بص. ايه لف كده. هم تخيل فبيبقى مستنيين اي حد يجي من المدافن او الاهالي او اي حد عشان يعطيهم. يعني هم كل فين وفين؟ يعني اللي بيموت له حد في الاول كم شهر وبعد كده خلاص شغله. كده يكون خلصين ها؟ لا اله الا الله. ابو ده بيعب؟ يعني مسالم؟ اخبارك ايه؟ انت منين؟ معادي؟ ده بيعضني ده؟ لا لا اسمه ايه؟ كلب؟ اسمه ايه؟ دهب. يما يا دهب انت يا جميل. لحظك انت حراسة؟ يلا خد بالك من الباب. قشطة. وبالختام رحل عبد الحليم حافظ معاه اسرار كثيره لانه كان صديق دبلوماسيين وصديق امراء وحكام دول، يعني ربعه مو علاقات عاديه. وبكذي نختم الحلقه. يعطيكم العافيه، انا حسين الفتشاوي. اذا تحب تتابعنا في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر انستغرام سناب شات باليوتيوب ما عليك امر، كامل الدعم. قاعد اتعب على المحتوى واقدم لك محتوى راقي نظيف يليق فيك ويليق بكل ممتلك. واذا عندك عنوان تبيني ابحث عنه اكتب لي اياه تحت وخلي الباقي علي. فما الله.